الحمد لله، بعد نجاح قمة الجزائر القمة العربية في دورتها العادية 31، وهي يعني كانت قمة ناجحة بامتياز بشهادة كل المشاركين في هذه القمة. حقيقة اليوم الدبلوماسية الجزائرية رجعت إلى الواجهة بقوة، وسياستنا هي سياسة لم الشمل، وهذا حقيقة كان نتاج لم الشمل. اليوم العربي كان نتاج السياسة والدبلوماسية الجزائرية القوية التي تسعى إلى الائتلاف، تسعى إلى يعني التوجه نحو بسط أيدي اليد الجزائرية لكل من يسعون إلى الاتحاد العربي، من يسعون إلى العمل العربي المشترك. ونحن حقيقة لازلنا نجابه، ولازلنا نواجه كل من يسعون إلى تشتيت الاتحاد العربي وتشتيت العمل العربي المشترك. نحن بحاجة ماسة إلى عمل عربي مشترك، خاصة في المجال الاقتصادي. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.